استاذ احمد السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر. يعني ردود الافعال يا احمد، اذا كان هناك ردود افعال جنة دلوقتي، ولكن اخبار غير مؤكده ان الاهلي سيجمد احمد فتحي لنهايه الموسم. صحه هذا الكلام من عدمه؟ ردود الافعال داخل النادي الاهلي وردود الافعال من جماهير الاهلي، سواء على تعاقد احمد فتحي رسميا مع بيراميدز واعلان بيراميدز، او على ما كتبه معالي المستشار تركي الشيخ ابو ناصر. خليني ابدا يعني ما تم ترديده من قبل البعض بان الاهلي يجمد احمد فتحي لنهايه الموسم. هذا كلام عادي تماما من الصحه، وبالتالي يعني يمكن حتى الموضوع ده تم ذكره بعد ما اعلنت حتى لجنه التخطيط عن عدم الترديد لاحمد فتحي وتوجيه الشكر ليه، لان برضه الاهلي بيقاس بمعايير احترافيه والامور بتدار بمنتهى الاحترام والاحترافيه، والنادي الاهلي مش هياخد قرار الا لما يكون المدير الفني اللي هو مستر فايلر هو صاحب القول الفصل، وبالتالي قرار تجنيد احمد فتحي هو غير صحيح تماما وعاري تماما من الصحه. احمد فتحي لعب في النادي الاهلي حتى نهايه الموسم مقيد في القايمه المحليه، مقيد في القايمه الافريقيه، الاهلي عنده عديد من المباريات مهمه الفتره القادمه باذن الله بعد عوده الدوري، فقرار تجنيده ده عاري تماما من الصحه، لان الرؤيه الفنيه في مستر فايلر ربما، وده يعني بشكل اوقع، ويمكن احنا قلنا قبل كده مستر فايلر يكون تفكيره ان خلاص احمد فتحي مش مكمل معايا، ربما تركيزه يقل، يدي الثقه لمحمد هاني اللي كان بيلعب اوقات على احمد فتحي، فاتبع بمحمد هاني الفتره القادمه لانه مكمل معايا، دي رؤيه فنيه النادي الاهلي ربما يكون في تفكير فيها لمستر فايلر. لكن التجنيد كده يعني عنوان كبير كده بدون اي تفاصيل، لا كلام مغلوط تماما. مستر فايلر ده عنصر من عناصر الفريق احمد فتحي، وبالتالي فايلر هيستعين بيه، لكن الرؤيه الفنيه في الاول وفي الاخير ليه، ربما مع عوده الفريق للتدريبات يبقى ليه رؤيه فنيه مختلفه. ده بس القرار ان الكابتن محمود الخطيب يجمد احمد فتحي كلام يعني عاري تماما من الصحه، الاهلي بيقدر قيمه احمد فتحي وتم توجيه الشكر ليه، يعني قصه احمد فتحي مع النادي الاهلي انتهت، احمد فتحي كان مستمر نهايه الموسم وبعد كده لبيراميدز. تعقيب بعد انتقال او اعلان بيراميدز انتقال احمد فتحي ليهم من الموسم القادم، مفيش اي رد فعل رسمي من النادي الاهلي، ويمكن تواصلت قبل كده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، يعني قال لنا خلاص بقى احمد فتحي بالنسبه لنا المفاوضات الموضوع انتهى، ولجنه التخطيط وجهت الشكر ليه، وبالتالي مفيش كلام في هذا الموضوع، هو الموضوع بيخص اللاعب فقط. وبيراميدز اعلن رسميا خلاص يعني منذ دقائق، وكمان في تصريحات لهاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز اللي قال ان زي ما انا قلت لحضرتك من شويه كان المخطط عدم الاعلان عن التعاقد في هذا التوقيت، ولكن ما حدث من لغط خلال الفتره الماضيه خلى نادي بيراميدز يقدم على اعلان التعاقد، وقال ان احمد فتحي لاعب كبير وما حدث له في الفتره الاخيره لا يليق بتاخيره بتاريخه، وبالتالي قررنا الاعلان من مبكرا علشان نرد على كل ما تردد في هذا الشان. قال المدير الفني الكرواتي كان متمسك باللاعب ولم يحدث خلال الفتره الماضيه ان هو تراجع عن موقفه، وبالتالي رغم ان احنا نحط النقط فوق الحروف، وبالتالي تعاقد مع احمد فتحي. مفيش كلام عن ان احنا في وقت من الاوقات قررنا التراجع عن الصفقه، وبالتالي احمد فتحي معانا من الموسم القادم، ايا كان الموسم هينتهي امتى مع النادي الاهلي بالنسبه لفتحي هو موجود معانا من الموسم الجاي. ده رد فعل رسمي من نادي بيراميدز الذي اعلن رسميا عن انتقال فتحي، وان كان انا قلت من معلوماتي هي طبعا صفقه لمده 3 مواسم، ولكن خليني اقول برضو ان النادي الاهلي مفيش اي رد فعل رسمي، ولكن جماهير النادي الاهلي طبعا تفاعلت مع بوست معالي المستشار تركي الشيخ اللي علق على انتقال احمد فتحي لبيراميدز، وقال ناس عارض ليه يعني ما دام مش عايزين، في اشاره طبعا ان النادي الاهلي قفل هذه الصفقه وخلاص طالما ما فيش رغبه في اعاده اللاعب، لان زي ما شفنا جماهير النادي الاهلي في الفتره الاخيره البعض رفض عوده فتحي مجددا، وبالتالي بوست معالي المستشار تركي الشيخ وكانه يخاطب جماهير الاهلي انه لن يتدخل طالما جماهير الاهلي لا ترغب في تواجد اللاعب من الموسم القادم، ونقطع الرزق ليه. طبعا كلام واضح واعتقد الامور واضحه، يمكن جماهير النادي الاهلي خلاص علاقتها باحمد فتحي انتهت، كل التقدير والاحترام لاحمد فتحي كلاعب يعني،
لكن احمد فتحي قيمه كبيره، خلينا نديله حقه، لاعب بحجمه، لاعب في صفوف المنتخب، قيمه كبيره لا خلاف عليها ادبيا وفنيا، ولكن هي دي كره القدم. جماهير النادي الاهلي اكيد كانت تتمنى تواجد فتحي، ولكن بعد اللغط اللي حصل وجلسات المفاوضات والمهله 48 ساعه خلت طبعا البعض من جماهير الاهلي يبقى مش مرحب بتواجد فتحي، فحصل كل ما تابعناه خلال الايام الماضيه ليفضل القطار عن هذا الفيلم وانتقال احمد فتحي رسميا لبيراميدز من الموسم القادم. طيب بشكرك على هذه المتابعة الدقيقة وردود الأفعال ورصد كل الأمور. خلينا نروح مباشرة إلى أسئلة الناس وما لديك من أخبار، ولو سمحت نسرع الريتم من غير تكرير يا أبو حميد. أول حاجة، ترى من سيلبس إشارة الكابتن رسميا بعد أحمد فتحي إذا كان لديك معلومة؟ شرط الكابتن رسميا بعد احمد فتحي حتى هذه اللحظه حسام عاشور، لان هو لسه مكمل مع نادي الاهلي الموسم ده، لكن طبعا بما ان حسام عاشور ما بيلعبش فالشناوي هو كابتن النادي الاهلي بالاقدميه يعني. طيب اشكرك، يبقى كده احمد فتحي، حسام عاشور، احمد فتحي، كده يبقى الشاره محمد الشناوي. طيب دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب اخبار النادي الاهلي النهارده، اذا كان هناك اخبار بعد ما اغلق ملف احمد فتحي رسميا وحسام عاشور ما زال ينتظر الجميع رده وهو يفكر بهدوء حتى لا نكرر الكلام اللي قلناه، ليس هناك جديد في ملف حسام عاشور والراجل بيفكر، ربنا يكرمه ويهديه للصواب وهو أضرب مصلحته، وأكيد هيعلن قراره النهائي خلال أيام، فليس هناك جديد في ملف حسام عاشور. ماذا لديك من أخبار أخرى في ملف النادي الأهلي؟ يعني يمكن رسميا الاتحاد الافريقي لكره القدم كما انفرضنا بالامس ومنذ ايام حتى اعلن عن تاجيل دوري رابطه الابطال الافريقيه والكونفدراليه لاجل غير مسمى، فالنادي الاهلي رد فعل رسمي عن هذا التاجيل. طبعا الكابتن طارق عبد الحفيظ مدير الكوره اكد ان طبعا النادي الاهلي متقبل هذا القرار، لان في الاخر صحه اللاعب وصحه المواطن هي الاهم، والظروف الحاليه كانت تحتم اللجوء لهذا القرار، ولكن طبعا النادي الاهلي مستعد وكل استعداده لعوده الدوري العام في اي وقت، وان في متابعه مع اللاعبين بشكل جيد لمعرفه الامور هتكون ماشيه ازاي الفتره الجايه. يمكن كان في اتصالات وان كانت غير رسميه ما بين النادي الاهلي واللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكوره علشان التاكيد على رغبه النادي الاهلي في رغبته في استكمال الدوري العام، ورفضه بشده ما تردد من قبل بعض الانديه بالغاء المسابقه، والحمد لله اللجنه المؤقته يمكن حصل تصريح من الدكتور جمال محمد علي واليوم ايضا تاكيد بنيتهم استكمال مسابقه الدوري العام. ايضا الاهلي كمان كان في محاوله لمعرفه موقف الاجانب، خصوصا ان زي ما حضرتك عارف الاهلي عنده 6 لاعبين اجانب، يعني جيرالدو، اليوباجي، اليوديانج، الرايي، علي معلول، ازارو، 6 طبعا هو منهم علي معلول بيعامل معامله المصريين على اعتبار ان هو مستفيد بشمال افريقيا، لاعبي شمال افريقيا اللي بيعاملوا كمعامله المصريين. ربما ردد البعض ان في نيه من اتحاد الكوره لتعديل عدد الاجانب في الانديه، ولكن حتى هذه اللحظه اتحاد الكوره ما فيش رد فعل رسمي، لان الاهلي عنده 6 دول في الموسم الحالي مقيدين، وبالتالي الاهلي عايز يبقى في رؤيه للموسم القادم فيعرف الموقف ايه. يمكن اتحاد الكوره ما عندوش نيه حتى هذه اللحظه لتعديل عدد الاجانب، ولكن ربما يكون في تفكير ان معامله لاعبي شمال افريقيا تتغير ويصبح لاعبين اجانب، علشان كده الاهلي بيطالب اتحاد الكوره بحسم هذا الملف مبكرا. كمان عندي تصريح مهم من كابتن عمرو انور مدير فريق الشباب مواليد 99 اللي بيقول ان في تنسيق كامل بيحصل مع لاعبي الفريق الاول، وان كابتن فتحي مبروك على تواصل على طول مع مستر فايلر، وان الفترات القادمه هيكون فيها ايضا يعني محاولات لتفاهم اكثر وتنسيق اكثر والاستفاده بشكل اكثر من لاعبي فريق الشباب لدعم الفريق الاول. ده مهم جدا. كمان الاهلي برضه بخصوص ملعب مختار التتش وتجديد ملعب مختار التتش، يعني يمكن من معلومات الاهلي حابب يلجا في هذا الملف، ولكن بينتظر التوقيت المناسب علشان ملعب التدريب يقدر يتعاقد مع شركه اجنبيه تقدر تشتغل على ملعب التدريب بشكل مميز، لكن هياخد من شهرين لثلاث شهور، فلسه الامور مش واضحه لرؤيه الدوري العام وعوده الفريق للتدريبات، وبالتالي ده مأجل هذا الملف. خلال ايضا الايام القادمه هيكون في جلسه ما بين مستر فايلر
ولازم التخطيط، ولكن احنا اتكلمنا وقلنا ان مستر فايلر طالب ببديل لاحمد فتحي كظهير ايمن، بالاضافه الى مطالبته بالتجديد لرمضان صبحي. وبما ان التجديد لرمضان صبحي او تجديد اعاره رمضان صبحي هيبقى امر مبالغ فيه من هيدرفيلد الانجليزي، وبالتالي الاهلي ايضا بيتحرك في بديل لرمضان صبحي، بالاضافه طبعا لمتابعه ملف المعارين اللي قلنا اقربهم للعوده محمد شريف من الاندي، اكرم توفيق ايضا من الجونه، وربما باسم علي لانه بيلعب يعني في مركز الظهير الايمن. اخيرا تصريح مهم لوائل جمعه يعني رددوا الاهلاويه بعد اعلان بيراميدز بتوقيع احمد فتحي، قال بتمنى له التوفيق، اختيارك ولابد من ان احنا نحترمه، في الاخر احمد فتحي كان عنده مشوار كبير داخل النادي الاهلي ودافع عنه بكل فخر واخلاص، نادي الاهلي لم يقصر في محاوله الاحتفاظ به، ولكن في النهايه هو اختياره ولا بد من احترامه. واعتقد يعني تصريح مهم وعلى لسان كل اهلاوي وعلى لسان انا شخصيا لرؤيه احمد فتحي، واحمد فتحي لاعب كبير وفي نفس الوقت خدم النادي الاهلي كثيرا في مباريات عديده، فدلوقتي الاهلي وجماهيره بيقولوا له شكرا ونتمنى له التوفيق في اي نادي تاني. شكرا جزيلا استاذ احمد فتحي على كل، استاذ احمد السيد على كل هذه المعلومات، وبضم صوت لصوتك وما فيش احسن من الاحترام. تحيه لاحمد فتحي لاعب كبير واخلص، واعتقد ان الملف حسمه جمهور النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد. شكرا يا احمد محمد. شكرا جزيلا، تحت امرك. شكرا.